Não tinha a câmera. Demora, mas não sei. Demora. É da Mojito. Cadeia maior de Mojito. Cadeia. Cadeia sem a verba. Cadeia em mexido bleu. Bleu de Bruce. Estamos داخلين بلا هاي عليزي هاي هذا هذا بيتي هذا هذاك ضيعتني هذه نسخه لا هذيك راهي تصوير اسمه هيك مش تصويره مش تصويره اي بيدي ما شاء الله تعرف ودها فيها يعني تخزنها من بعيد هكا ما تعرفش اللي هي تصويره تقرب له تو مش نقول على السوربريز اللي حضر لك في الحقيقه التليفون جاتو هذاك على عفيفه قصت عليا الميكرو برانسيبال لهنا باش نقعد نحكي مع الضيف نتاعي اللي ترجاني قال لي قول على اسم نورمال ما يسالش اما باش ندخل معاك مستحيل تعرفش قال لي ولا نحكي ولا ما نحكيش احكي يا سي اشرف انت دخلت لدار كبيره وانت اليوم معززا ومكرما في حياتك كاملة على امتداد حياتك كاملة ان شاء الله وربي يعطيك الصحة والعافية وطول العمر وهذا الالتزام مش يكون كتاب ان شاء الله نهار 30 الصباح مش يوصلك لتونس وامور 5 على 5 نقول ولا ما نقولش؟ قول قول على امتداد حياتك كاملة رجل الأعمال سرياد رقيق اللي كان معايا لهنا جراية شهرية بقيمة 150 دينار تتصب لك في الكونت نتاعك كل واحد وكل مشارك وعلى امتداد حياتك كاملة السيرونس نتاع سي ان اس وكل شيء مش يتكفل به على مستوى الدواء مش ينسق لك مع فارماسي مع أي مساحة في تونس العاصمة وتحط عندك اكسي جراتويت لك انت في كل ما يتعلق بالصحه نتاعك وكل كبيره وصغيره وقال لي على لسانه باش ناكدها هذايا لهنا اذا تتمنى انه ربما عمليه جراحيه ولا فما زرع يديهم كل شيء مهما كانت العمليه تبدا شي 30 40 الف دينار يتكفل بكل كبيره وصغيره هذايا تحيه وكل رياضه خير وهذا ما تنسى صح ومن تو باذن الله مش نسوي وتور الوضعيه ومن البريمير الشهر الجاي تتصب لك الشهريه هديه سلير تتواصل دائما معك انت وقال لي هذا يا خالك سعيد ماذا بيك يمشي ويركش حذاه مدى الحياه ومنا في العسل ولا شيخ ولا هيك الاحمرار اللي في العينين شوف الحمد لله الحمد لله دي بلادنا وراس خويا الغالي رانا قلب تونس سمحه واللي اعطانا ربي نرضاو به يلا زهيو الدنيا شويه وين هو رمزي عبد الوهاب حفله يا مخي حفله شويه مولاها ربي معلش انا تويك في يعني باش نحكي على اشرف ماليش باش نحكي على روحي حكينا على اشرف عشرتك بيه وقت ايش بديت؟ انا اعرفه من الصغر اصحاب من الصغر متربينا مع بعضنا يعني ولاد حومه ولاد حومه ومتربينا مع بعضنا تو مازلنا نحكيو على ولاد الحومه والصحاب والاخوه يسالوا لا لا تو ساعات الضربه نتاعك وراس خويا كي كانوا صاحبك اظهر لي وخيك واكل واكل معناها ساعات تاكل الماء والملح وبعد كلها هذيك مش يوم ولد الحوم يعني ولد الحوم هو ما عارف شوف ترجع لك الولد الحوم ما حلي الحوم العربي هي بالفعل اكيد احنا راهو في الحوم العربي نعيشوا اخوات ما نعيشوش صحاب يعني ولو انه وهذا الصحبة الصحبة يعني بين الحوم الشعبية سامحني الحوم الراقية الحوم الراقية ما عندكش مشاعر الحوم الراقية ساعات واحد يموت جاي ما يعرفوش لا عاد يعرفوه العواطف جالسة عندهم بينما في الحوم الشعبية ونقولها بكل اعتزاز بكل افتخار ما زالت عندهم هيك العواطف وهيك المشاعر واللحمة انا والله احيانا نسمع في البلاتوات يثيروا بعض القضايا اللي فيها تمييز وفيها كذا والله نستنكرها ونقول هذه كأنه يحير